بتفوت والعمر في دقايق اكيد فرقاك تنقص حياة عايشة في حضن الموت او شخص محتاج لك دي ساعة الخير يلا وفي ايدينا نساعد الغير تنقص حياة عايشة في حضن الموت او شخص محتاج لك دي ساعة الخير. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، نحييكم وهذه حلقة جديدة وبرنامج ساعة الخير. زي ما عودناكم وما كناش قصدي حضراتكم، كل يوم بنستقبل حالة جديدة مختلفة عن الحالة اللي قبلها. ده حقيقي ما كانش مقصود، يعني احنا بنتواصل مع بعض الحالات اللي بنسمع عليها وبنحاول ندعبس ونبحث عشان نجيب الناس اللي عندها مشاكل صحية ومش عارفة توصل لأي برنامج تلفزيوني وبنعرضها على حضراتكم. في حالات كتيرة جدا زي ما قلنا، في حالات جلطة في الدماغ، في حالات بطن للساق، في حاجات عملية قلب مفتوح، صاحبها مش قادر يصرف على نفسه لأن كل دخله في اليوم حوالي 4-5 جنيه وعنده أولاد، في حالات لسيدات مطلقات، في حالة لشاب فتح دماغه عشان كان فيها ورم سرطاني كبير جدا والأهل باعوا كل شيء عشان يقدروا يرجعوه تاني لمصاف الشباب السليم وباعوا أجزاء كتير جدا من ممتلكاتهم يعني. وفي ناس الزوج متوفي، أرملة بتسعى على عيالها وعندها مشاكل صحية. الحقيقة في حاجات كتيرة جدا. حالة النهاردة حالة غريبة شوية، وإن كنت كل يوم الحقيقة بقول لكم حالة غريبة لأنها فعلا حالات غريبة إحنا بتمر علينا ما بتتكررش لغاية النهاردة، ومن ساعة ما ابتدينا مع حضراتكم كل يوم في حالة مختلفة. حالة النهاردة حالة طفل عنده حوالي 3 سنوات. الحقيقة مش هقول لكم بقى عنده اللوز ولا عنده عملية قلب مفتوح ولا في مشكلة في الدم أو مشكلة في كده، ربنا يعافي الناس كلها يا رب. الولد ده هيكله العظمي او العظم بتاع جسمه مش بيكبر بقى مثلا قرون بيكبر زي بقيه الاطفال، لا بتيجي اجزاء من جسمه وتطلع بروز العظم نفسه بيطلع منه زي بروز كده زي الاصبع في جميع انحاء جسمه. الدكاتره قالوا لها ما فيش حل للحكايه دي غير ان احنا ندخل وننشر العظم ده ونقفل. طب وبعدين يطلع العظم في حته تانية، نفتح وننشر العظم ده لغايه ما المشكله ان الولد بقى ظهره عامل زي الخريطه، والعمليه مش متوقفه، العمليه مستمره. ده طفل عنده 3 سنوات، مش هنقول واحد عنده مثلا 40-50 سنه وطلع له عظمه زايده في صباع رجله ولا في كعب رجله هتتشال والامور تمشي، لا ده طفل لسه في مقتبل العمر. الحقيقه شيء صعب جدا. ربما اخلي الاستاذه منى اللي معانا في الحلقه، اللي هي برضو زي ما بنقول في كل حلقه، كل حاله بنجيبها بنعتقد انها عندها مشكله واحده بس، بنلاقي الحاله معاها مشكله ومشكله ومشكله. والحقيقه ان الدنيا غريبه الشكل، يعني ما بتكتفيش بانها بتصيب الانسان بقدر او بشيء واحد، ولكن دايما بتبقى مجموعه مشاكل، كوكتيل انجاز التعبير، من المشاكل ما بين الصحيه وما بين الاجتماعيه احيانا وما بين الاقتصاديه احيانا اخرى. الست منى ست مطلقه، هي صغيره في السن، مش عارف الكاميرا جابتها ولا لسه، صغيره في السن، عندها 3 اولاد. زوجها طلقها من سنه 2013 وسايبها بقى للهم كده، ايه سايب لها الجمل بما حمل، سايب لها كل المشاكل هي تتصرف فيها وتحاول تحل مشكله ابنها الصحيه اللي هي الحقيقه مشكله كبيره جدا، وكتير من الدكاتره مش لاقي لها حل على الاقل في مصر يعني. اهلا بيك يا ست منى. اهلا بيك، منورانا. انا كده قلت الحكايه صحيحه ولا كان فيها شيء من لا 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 حضرتك قلت، معلش انا بس مش عارف حياتك كان ليكي رغبه انك تقولي انك مطلقه او مالكيش رغبه؟ لا لا لا، بس انا حبيت اوضح للمشاهد ان انت بتعاني مع الولد ومفيش حد واقف جنبك. لا لا يعني. اي ما حدش واقف جنبي خالص، لدرجه ان انا حضرتك ان انا قعدت فتره كبيره ان انا مش لاقيه ان ده كان طفل، ان هو سايبه طفل، كنت بجيب له اللبن والبامبرز يعني مش عارفه، كنت بستلف من الناس. انت متجوزه سنه كام كنتي اصلا؟ ايه؟ كنت متجوزه في 2007. 2007 او 2007 يعني جبتي اولادك. عندك ولدين وبنت ولا 3 ولاد هم؟ معايا ولد عنده 9 سنين. ايوه. ومعايا بنتي عندها في سنه ثانيه ابتدائي عندها 8 او 7 او 8 ومعايا ده عنده 4 سنوات. بدر ده عنده 4 سنوات. يعني انت يعني عايزين نقول انت عايز البنت، طب فين يعني؟ يعني احيانا بيقول لك انا عايز ولاد، انا عايز، فبيضطر يتجوز زوجه ثانيه. انا بص يعني انا كنت بص هو كان نصيبي. كان نصيبي ان انا ده نصيب خلاص بقى، مش هينفع اتطلق، مش هينفع بعد الاطفال، مش هينفع اللي انا شفته والدي ووالدتي ان انا اوريه لعيالي. ان انا كان نفس القصه مع والدك ووالدتك؟ منفصلين. منفصلين. فمش هينفع ان انا اوريه لاولادي.
كنت حريصه بقى من التجربه بتاعت الوالد والوالده، كنت حريصه ان بيتي خلاص بقى بجيب نفسي، بتضرب بتهان بتشتم، خلاص ده نصيبي. اطلع اشتغل ياخد فلوسي ويديني هو المصروف. طب هو ما كانش شغال؟ عديتها وسكت. ما كانش شغال هو اساسا؟ كنت شغاله مع عند ناس يعني، طبعا المكان اللي انا كنت شغاله فيه طبعا السيده بيبقى مثلا جوزها عنده واسطه كده في شغل، ما كانش يكمل، كان كبير ولو اشتغل شغل ما يشتغلش يقعد 9 شهور. هل هو كان كسول مثلا؟ ايه؟ كان كسول ولا ما بيحبش الشغل؟ لا مش كان يعني متعرفلوش ان كان كسول، كان مش حابب الشغل، او كان اعتمد ان واحده ست تصرف عليه. فحضرتك ما يعني ما عرفتش. هل انت كنت مهننه بقى زي ما بنقول وبتصرفي عليه بتصرفي على البيت كله؟ ايوه بس انا بص بدايه الشغل ان انا ما اخليش عيالي يشوفوا اللي انا شفته. نعم. ان انا يعني حرصك على الشغل ان انت عايزه تجيبي يعني متطلبات اولادك بغض النظر عن زوجك. ما اخليهمش معلش بعد احترامي ليك ان هم يبقوا نفسهم في حاجه مع حد ومش مش قادر اجيبها لهم. انا نازل لاولادي. اصبح الموضوع قلب بقى لاولادي. شلت انت شلتك وشلته هو كمان. طب انت مش معايا يا استاذه منى ان كتير من الستات بيغلطوا الغلطه دي، يعني انها مثلا بتتبرع، ربنا بيرزقها بشغلانه كويسه ولا حاجه، ويكون عندها مثلا مشكله شايفاها قبل كده، مثلا هي كانت طلعت اسره فقيره مش عارفه مثلا تصرف، في مشكله بين ابوها وامها، فبتحاول تعوض الاولاد بشكل صعب قوي، بتبذل مجهود كبير جدا في الشغل. لا لدرجه ان الراجل خلاص بياخد الرجع استريح بقى. هو انا حضرتك كنت وانا حامل في كل طفل كنت بفضل في الشغل لحد اخر شهر، وبقى لابسه الكعب العالي مش قادره، والدكتور يبقى كاتب لي راحه واشتغل. حابه الشغل عشان اولادي. بس هو وصلني لمرحله ان انا حاجه بتجيب لي ذهب، حاجه يعني مش عارفه انا يعني الناس كتير يعني كرهتني، ما بقتش تحبني من اللي انا بشوفه، واقول معلش ده نصيبي. يعني كانوا متضايقين انك تعملي كده، بتتسهلي بالمنظر ده؟ متضايقين من التسامح بتاعك؟ انا لدرجه والدي كان كل ما يجي يكلمني انا مش عايزه اخرب بيتي، اقول له مالكش دعوه. كلمه مالكش دعوه مالكش دعوه فعلا، لحد ما اتغصبت وخدت على دماغي. انا كان بيضربني وانا في الحمام لا مؤاخذه. طب انت خدتيه عن حب ولا كان نصيبه خلاص زي اي جوازه عاديه؟ لا انا اللي اخترته، بس مش عارفه كان دماغي مش يعني ربنا يسامع، شفت معاه اللي محدش شافه. طب انا معلش خليني بخرج واخد وضع المشاهد نفسه، بيقول لك يمكن هي كانت مثلا بتكسب، يمكن كانت مسممه عليه عيشته، يعني مثلا اذا كان بياكل لقمه بتزله بيها، لا بتجيب له علبه السجاير بتدي له بيها. بس لا اهلي ما علمنيش على كده. اهلي ما علمنيش على كده ان انا ادي وعيب عمري. ويعني ولو حضرتك يعني لو يطلع وهو يتكلم حضرتك على الهوا هتسمع، يعني لو عنده شهاده لله يعني حاجه حلوه افتكرها له لعياله كان هيقول لك عمري في حياتي معايا عمري. بس بقى خيانه وصحابي. خيانه بمعنى يعني ياخد مثلا من فلوسك ويصرف على حد تاني؟ لا بيجيب ناس في شقتي. بيجيب ناس في شقتك؟ في شقتي. طب خليني برضه اكون ساذج شويه واقول لك، يعني بيجيب ناس مثلا بتلعب قمار؟ لا ناس حريم. صحابي صحباتك كمان؟ انا خلي فيلمك انا لدرجه دلوقتي ما عنديش ثقه في اي واحده. اي واحده خالص. صاحباتك انت شخصيا بيجوا في البيت؟ صاحباتي بقى، وفي مثلا مش صاحباتي بيخش لهم بطريقه ان انا مثلا تعالوا دي يعني منى في البيت تقعدوا معاها شويه. وهل هم سوزك بالمنظر ده ولا برضه بيبقى يعني في وفي اللي في تدبير مسبق بقى يعني مش لا في اللي بيقع وفي اللي بتبقى مثلا حب يعني خلاص بقى مزاجها كده ان هي تاخد. هو بقى يعني حلوه بقى وفت مثلا شويه يعني ولا ايه بالظبط؟ لا 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 مش عادي خلص. لما كلمانجي مثلا بيعرف ممكن ممكن ان هو اصلا ما يعني لو قالوا باله من ناحيه الفلوس الراجل ما يعرفش يتكلم غير لما يكون الفلوس خلاص مظبوطه، بيبتدي بقى مخه يشتغل بقى في الكلام ان هو اللي مش مظبوط. يعني. لا لا دماغه بص ممكن حضرتك تقعد معاه تلاقيه ان هو سياسي كبير فاهم في كل حاجه. يعني يعني حاجه مثلا اكبر من حجمه. بيعرف ياكل الناس بالكلام. لا يعني انا عشرته كتير. يمكن هو ده اللي وقعك فيه بقى من الاول. لا اللي وقعني فيه ان هو مثلا من منطقتي غلبان عيله متواضعه
بابا ما كانش موافق، ان هو كان بتاع امور، باباه كان بتاع امور. قلت له لا ما ينفعش ان الولد هيطلع زي باباه، ممكن يطلع حاجه تانية. الاختيار هنا برضه يا استاذ منى، الاختيار كان فيه مشكله برضه من الاول. اه ما بابا يعني منعني كتير. في مشكله يعني انت والده مثلا بتاع امور وتوفى. اه الله يرحمه. يعني انا لما اتجوزت كان باباه متوفي. خلاص ده بس العرق ده الساس برضه. هو طلع من بابا قال لي نفس الكلمه دي. قال لي العرق ده الساس. قلت له لا مش هنقعد يعني نعترف بالحاجات بتاعت زمان القديمه دي. ففعلا طلع كلامه كله صح. انا لدرجه لما بيقول لي انت بتعيطي وما جات لي ورقتي، قلت له انا ما بعيطش، انا بعيط على عيالي. طب اللي بهدله الطلاق ولا هو انا كل كلامي ليه؟ انا جات لي مراته دي اللي هو اتجوزها بعدين، قالت انت تقبلي انا وانت تكون مع بعض؟ قلت لا انت تقبلي انا ما اقبلش. يعني هي ما كانش عندها هي مانع. قلت له انا ما اقبلش. فجي قال لي انا هطلقك. قلت له خلاص دي وطلقني، لكن انا هروح عند مأذون واتطلق يبقى انا كده اتنزلت عن حقوقي. اديني حقوق وانا اجي معاك عند المأذون. طب انت قلت لي قصه شقه كنت جايباها من شقه عمرك زي ما بنقول. من شغلك. ما هي دي اللي انا كنت بتكلم فيها. اديني حقي، مش عاوزه حق الزوجيه. حقك بس عشان المشاهد يفهم. يعني ممكن حياتك المشاهد يتخيل حقك بمعنى مؤخر صداقه. لا 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 مش بالظبط. حقي ان نقيتي تعب عمري ولاجل الحلفان عشان ابقى صادق ومشي على الطريق. هو لاجل الحلفان ما حطش من 88,000. والله جبت الشقه تمنها حوالي 88,000. انا لو كنت عايشه معانا كنت زمان دلوقتي معلش بعد احترام بقيت حاجه ثانيه. زوجه بقى واولاد. قال لي نفسي اعمل لعيالي شقه، اجيب لهم مستقبلهم، ما يتبهدلوش، ما يتمرمطوش في السكنه زي. انا نعمل جمعيات وناخد حاجه مؤقتا، ناخد شقه عقد مفتوح مؤقتا. المهم جينا خدنا الشقه، خدناها على الطوب الاحمر وصرفنا عليها. جي صرفنا يعني انتوا الاثنين كنتوا بتصرفوا ولا هو؟ لا 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 انا ما انا بس عايز اقول لك حاجه. دوت مقاول اللي هو بيعمل المحاره، اللي هو بيعمل السيره، بيعمل كده، هو اللي بيحاسب. انا بدي وهو بيحاسب. بس ما ينفعش ابقى اقف قدام الصنايعي واقول له خد وجوزي واقف. كنت عايزه تحفظي له كرامته شويه. انا اهلنا علمونا على كده. حتى لو هو قليل ادب جوه بك انت غصب عنه بره بيته تحترميه. احنا متعودين على كده. قال لوالدته انا عاوزه اساهم معاه في الشقه عشان بدل ما تيجي في يوم تعايرني، تيجي في يوم تعايرني. قالت له المهم ايه مننا لينا، دي مرات ابوه مش امه كمان، بس هي اللي مربيهم. خدت منه ده اديته 1000 جنيه. جه بيقول لي خدي 1000 جنيه. قلت له انا مش عاوزاها، ربنا الخير كتير والحمد لله. جه بقى الدنيا وقفت معايا بعد ما صرفت على الشقه 88,000 جنيه. كان فاضل بس تديها وش معجون. شغل كله فرز اول وتوضيب خيالي. امتى بقى اكتشفتي ان هو يعني او انت اديتي له الشقه ازاي او هو استولى على العقد ازاي؟ مش فاهم. احنا رحنا بندور على شقه، شفنا شقه ب 4,000 جنيه عقد مفتوح وعلى الطوب الاحمر. جه صاحب البيت قال لي هتكتبها باسم حضرتك؟ ما قدرتش اتكلم. قلت له ايوه طبعا باسمه. هنا كانت المشكلة بقى ان انت كتبت الشقة باسمه وانت دافع الفلوس بالكامل. اصل ما ينفعش نروح بيته. طب بعد قد ايه من كتابة العقد بقى اتمرد وخد الشقة وباعها؟ ما كملش، كانت ساعة الثورة بعديها بثلاث اربع شهور. 25 يناير يعني في 2011 كده مثلا. اول 2011 قامت الثورة. خلاص قعدت من الشغل. طبعا اللي عنده كوافير ان هو يفتحه مش هيفتحه في ايام الثورة لا يتكسر. فقعدت غضبت بقى بسبب ان كل يوم بيديني طبعا قال ايه نزل يشتغل وبقى بيديني كل يوم 10. يعني سايب الدنيا كلها جاي يشتغل في الثوره في 25 يناير. والله زي ما بكلمك كده اداني، كان بيديني كل يوم 10 جنيه. طب انا قاعده عند والدي، ما انا لسه بقى ما فرشتش شقتي. قاعده عند والدي يعني والدي الكبير. دي هتفطر عيالك ولا تغديهم ولا تعشيهم؟ قال لي انت بتتمرضي عليا عشان انا قاعد عند اهلك مش قاعد عند اهلك. جت بقى سبب الغضب من هنا. قعدت 9 شهور ولا 8 شهور غضبانة عند بيت أهلي في ده وأنا حامل فيه. طبعا فين وفين لما يبعت لي مصروف العيلة عاوزين يشوفوه. طبعا بس عشان الوقت برضه الحلقة ما قضيش. إمتى بقى يعني عرفت إن هو باع الشقة من غير ما تدري؟ يوم تبيت ده الصباح السبوع حتى الجرح عندي اتفتح. كنت والدك هيصلي. يعني أنت كنت ولدتي خلاص آخر طفل ده؟ آه في الفترة يعني بيني وبين من شراء الشقة دي مثلا سنة أو 6 أشهر مثلا؟
بينه وبين وقت شراء الشقه وقت العقد كان قد ايه؟ كان سنه، حوالي سنه. سنه كنتش لسه عارف ان انا حامل فيه. يعني قدر يتحمل الامانه سنه بس. يعني بتاعت اللي هي كتابه العقد او العقد يبقى باسمه، قدر يتحمل الامانه دي مجرد سنه وهو عارف ان كفايه ان انت عاجب واثق مليون في المية ان هو تعبه ليه. باعها من غير ما يقول لك؟ باعها والله. يعني ما ساومكيش، قال لك انا هبيعها وخد لي قرشين واخد قرشين اعمل بيهم مشروع او اي حاجه خالص. لا ده جاب لي 1000 جنيه عشان برضك الناس تبقى فاهمه كده. جاب لي 1000 جنيه قال لي، راح جاب لي، كنت طبعا الهدوم كانت ضيقه عليا، قال لي هات لك حاجه واسعه، واداني فلوس الولادة بتاعت ده. يعني عكس الموقف، هو دافع 1000 جنيه. بقول له الفلوس دي رد هو ومرات ابوه عليا، احنا بعنا الشقه علينا اجار وعلينا مش عارفه مين. يعني باعها عشان يصرف على مرات ابوه. ده هما الاثنين ردوا عليا في البق. احنا خدنا الشقه بعناها عشان علينا اجار في الشقه اللي هو باعها. كوم علينا اجار. طب يجي يقول لك ممكن تعرفي تتصرفي؟ قلت له ماشي، باعت فين فلوسها؟ 1000 جنيه. قال لي ما انا بعدته بعد مش عارف. وضاعت الشقه على كده، وفلوسها مش معاها هو كمان، يعني ضيع فلوسها كمان. صرفها. صرفها ودخل بقى على الثانيه دي بقى كل يوم يخرجها في حته يوديها في حته. بفلوسك انت. يعني بفلوس شقتك انت بقى بيفسح بيها الجديده و... انا اتصلت بيه قلت له ابنك فوت العمليه بيها بالعمليه، انا لو كان دخل لي معهوش حاجه وجي عندي جه شاف ابنه بالدنيا عندي. بالدنيا عندي. بس يا بابا. بالدنيا عندي. اللي كانت صاحبتك ولا واحده ما تعرفهاش؟ لا واحده ما اعرفهاش. كانت زبونه عنده في المكان اللي كنت شغال فيه. ده بخلاف اللي انت بتقولي بقى المشي كان في حاجات كده. انا كنت بتضرب وانا يعني المؤاخذه زي ما والدتي كانت بالحزام التوكه بتاعته كانت قد كده. كنت اروح لصاحبتي شغل تقول لي انت مستحمله على ايه؟ لا نصيبي خلاص جبت بيه ده بتاعي خلاص محدش بيغير من القدر. بس واضح ان انت بتحبي. حب ده انا مش حب، ده انا كره ما زلتوش خالص. صعبان عليا بعد اللي تهيألي، صعبان عليا معاك اتنين رجاله ومعاك بنت، يعني الله اكبر. يعني اي واحد يتمناها تربيه، الحمد لله الشكر لله ربنا عوض صبري خير بتربيني احسن تربيه، بس كل مشكلتي يعني حاسه ان ربنا يعني هو راضي عني والحمد لله، بس كل مشكله. هل الحب اللي انت خدتيه عليه من الاول اتقلب لكره بعد كده تماما؟ كره. مفيش مرحله وسط؟ انا لو حد يحكمني ان انا امسكه في ميدان عام يسيبوا انا يعني يعني الحاجات ما شفت من الاذى كتير لدرجه ضرب بابا. ضرب والدك نفسه؟ كان لسه حابب العمليه في عينيه زرقاء عدسه وميه بيضه ضرب، وانا كنت حامل. ما كيش الاخوات ولاد يعني اخوات رجاله؟ ليش لاخويا ربنا يخليهولي هو ده مش عاوزين نضيعه. وليه اختي تانيه وليه اختي متجوزه بالجدي. طب يعني بعد المشاكل دي كلها اكتشفتي امتى بقى ان ابنك كمان دخل معاكي في دايره الهموم وملف جديد اضاف لحياتك؟ يعني ده بقى كان ممزوق، خدته وديته عند واحده جنبنا في البيت، في البيت جنبنا، قلت لها ده هو ممزوق فعمال بيعيط مش عارفه عنده ايه، مسكت له الزيت ودعكت له وفكت له المزقه. فجاه شهر ولا التاني الاقي حاجه صغننه كده بتكبر في ظهره مثلا؟ في ظهره، مش عاوز ينام على ظهره خالص. مش عايز ينام على ظهره خالص، هو طفل صغير. فاستغربت، ابتديت بقى ان انا اجري على مستشفى ابو جي بتاع ده معهد الشلل. عملوا له اشاعات وعملوا له تعليق، قالوا لي ده في اللي يقول لك وراثه، في اللي يقول لك ده اللي هو ايه بقى يعني؟ ده اللي هو ايه التشخيص بتاعهم كان يعني؟ التشخيص بتاعهم ان هو كل اللي هم فهموني فيه ان احنا بعد ما العمليه تتعمل هناخد العينه دي نحللها. برضو لغايه دلوقتي المشاهد مش فاهم يعني بيطلع عظم جوه عظمه صح كده؟ عظم يعني انا بس عايزك تفكي له القميص وتوريه للمشاهدين كده. هو كل المشكله ان هو عظم بيفرز فوق العظم، عظم بيطلع بارز في الهيكل العظمي بتاعه يعني. يعني مثلا لو يعني اللوحه بتاعت الكتف مثلا انا شفت طالع كده زي شفت الضلع بتاع الكتف ده يعني طالع فوقيه كمان عظمه. يعني الضلع وفوقيه. فده اللي بيخليه ما بيسرحش بقى لا في نومه ولا يسند ظهره ولا لا ما كانش بينام على ظهره خالص. من هو عنده يوم ايوه شغل زي الشوك. يا حبيبي اعتقد ان الكاميرا ان شاء الله من الكاميرا دي بس ماشي دور الكاميرا دي. بص هناك يا بدر شاوري على الاماكن دي اهي
ده مكان العمليه. بص ده العظم اللي بارز ده. بس بارز. حتى بيطلع تاني. بعد العمليه يعني في اماكن عمليات هيفيد جراحه. دي اللي هي اتعملت ما طلعتش. بس في حواليه. فيه فوقيها في فوقيها في حواليه في حضرتك هنا برضك. ماشي. في هنا في قفص صدره. في قفص صدره. عظميتين. برضه وريها كده برزيها بس للكاميرا كده. اهي. بتكبر بقى يعني دي كانت دي ما كانتش موجوده خالص من قيمه شهرين. اصبح ان دي ابتدت تطلع. برضه بتشاور عليها كده. دي بتكبر عن كده صح؟ عند حد معين لما بتضايقه في الجلد وفي لا بتكبر بتزيد. هو الدكتور قال لي بتزيد. الدكتور اللي شخص حالته في مستشفى معهد الشلل قال لي بتزيد. قال له هيطلع. بص بقى قالوا لي دي. طب خليني اخد بس راي الطب. معايا دكتور محمود يوسف اخصائي جراحه العظام. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. اتفضل يا دكتور. بقول لحضرتك حضرتك شفت الحاله معانا قدامك تلفزيون؟ والله الناس في الصوره تلفزيون. طب انا هوصف لك الحاله يا دكتور يعني كما هي بالظبط. الولد ده عنده حوالي 3 سنين من وهو صغير من حوالي مثلا عمر سنه او 8 شهور ابتدت تظهر له يعني حاجات كده في الهيكل العظمي بتاعه يعني كل عظم يعني اللوحه بتاعت الكتف يا دكتور طالع فيها زي 3 نتوءات كده. تمام. ساعتك وبتزيد مع الوقت بتزيد مع الوقت وبتبرز وفي ايديه وفوق الركبه وكده. فالعيال راحت لفت بيه على معهد الشلل ولا اخره قال لها ده مالوش علاج ده عباره عن يعني في حاجه جينيه او حاجه زي كده وملهاش حل غير ان احنا كل فتره نفتح على الجزء اللي بارز ونقصه او ننشره يعني وبعدين نرجع نقفل يطلع في مكان تاني نعمل نفس القصه عمليه مش هتنتهي. فهل الكلام ده يا دكتور تشخيص صحيح ولا في شيء من الغلط؟ مبدئيا برحب بحضرتك وبتسقط. اهلا بيك يا دكتور. بالنسبه للكلام اللي بتتكلم فيه دوت المفروض ان انا بشوف الاشعاعات وبشوف التحاليل خاصه بالبريد وبفحصه. نعم. تمام؟ لكن مبدئيا بالكلام اللي انا بسمعه هو دوت بيبقى بروزات عظميه بتيجي في الاطفال بشكل متكرر شويه. نعم. بتبقى ليها عامل وراثي. يعني قالوا لها في معهد الشلل. أيوة. بيبقى ليها عامل وراثي. صح كده. معايا؟ صح تمام كده يا دكتور هي بتاكد على كلامك. قالوا لي كده. ما بيبقاش ليها عامل وراثي. مش شرط يبقى في حد في العيله عنده المرض، لا ممكن يبقى هو اول طفل في العيله يجيله مرض. مش حله ان احنا كل ما تظهر حاجه تشيلها، لا ممكن يبقى عضمايه ظاهره مش عامله مشكله فانا هسيبها له مش مشكله. طب بتقول يا دكتور ان ما كانش بيعرف ينام على ظهره، في حاجات في ركبه. لو هي طالعه في مكان حساس، طالعه في الكتف، طالعه في القفص الصدري، في الكلام ده لازم هتتشاف طبعا. لكن احيانا تطلع في الايد في الرجل بعيد عن الاعصاب. ايوه. بعيد عن الكلام ده ما فيهاش مشكله. عامة انا افضل ان انا اشوف الحاله تجيلي وتجيب الاشعه والتحاليل. وانا متبرع ان انا ابص عليها وان شاء الله تساعدها باذن الله تعالى. حضرتك متبرع يا دكتور محمود ان يعني تقوم بالاجراءات الكافيه لعلاج الولد. ابعتها لي وانا ان شاء الله تعالى نعمل لها الفحوصات اللازمه ونحاول نوصل بيها لتشخيص سليم ونشوف العلاج بتاعها ان شاء الله تعالى. انا شاكر ليك جدا يا دكتور بس عايز حضرتك ايه هتقول لك بعض حاجات ربما انا ما اعرفش اوصلها لك. ماشي يا فندم. حضرتك هو كل المشكله ان هو العظم بيزيد يعني ما بيثبتش على يعني ان حجم معين. وكل مشكله ان هو بيكبر وبيظهر في مناطق ثانيه. ايه ظهرت في كام مكان لحد دلوقتي؟ ظهرت هي كان الاول اول ما رحت المستشفى معهد الشلل كانت ظهرت في الضلعين الاثنين اللي هم من ورا. تمام. فدلوقتي اصبح بعد العمليه انا العمليه عملها في 2004 في 2014 سوري. فابتدي دلوقتي ظهرت في رجله في ركبتين من تحت في من عندي من عند الكاحل يا دكتور من تحت في الضلوع في الحاجات في قفص صدره ظهرت جديد دي في قفص صدره حضرتك الحاجات الجديده دي عامله له مشكله بتكبر هي مش هي مش اللي في رجله عامله له مش مهم ان هي تكبر هي عامله له مشكله اللي في دراعاته وفي رجله من تحت دي عامله له مشكله وفي اللي طالع له في قفص صدره ما بيجي يلبس قميص ولا تيشيرت يقول لي بص يا ماما في يا ماما بص العظم هو عنده كام سنه 3 سنين عنده هو حضرتك يعني هو ما هو ماشي في ال حوالي 3 سنين ونص يا دكتور 3 سنين ونص طب هو في تاخر عضلي عنده او نمو لا وطول يا دكتور لا دكتور بتاع سن يعني كان هو عنده سنه كان بيطلع له زي كلاكيع فعندي رقبته لا هو نمو طبيعي وحاجه طبيعيه دكتور يعني بالفحص العادي كده هو طفل طبيعي خالص يعني محدش طبيعي مفيش حاجه طوله مظبوط شكله مظبوط مفيش حاجه مفيش اعاقه بالحركه مفيش مشكله يعني. نعم. خلاص هو زي ما قلت لحضرتك برضو تاني بكرر لازم اشوف الطفل نفسه واشوف الاشعاعات وان شاء الله نساعدها باذن الله تعالى الله يخليك يا دكتور احنا شاكرين ليك يا دكتور معاك في الكنترول وتشرفنا ان شاء الله باسم اسره البرنامج يا دكتور بنتوجه لك بالشكر
شكرا ليك دكتور محمود يوسف اخصائي جراحه العظام واللي ان شاء الله هيتكفل بعلاج الحاله. طبعا تقارير كلها موجوده وكل حاجه موجوده، ان شاء الله هنديكي عنوان الدكتور بعد الحلقه يعني باذن الله. طيب طب انت تطلبي ايه من المشاهدين تاني في ازمتك الماليه وان انت مطلقه وعندك ثلاث اولاد وداخله على يعني عمليات جراحيه؟ ان انا كل اللي انا طالباه اني حاجه بس ده يعني اصل ما حدش ضامن نفسه في الشغل. نعم. كل اللي انا طالباه يعني حاجه يعني تعليم للاولاد ان انا اكمل مصاريفهم. ما دخلش دراسه لسه؟ لا معايا البنت هي اللي دخلت، الواد ما رضيش يدخلهولي. احمد الكبير ما دخلش؟ عنده 9 سنين. الولد البكري عندك ما دخلش مدرسه؟ ما رضيش يدخله. يعني ايه ما رضيش يدخله؟ المشكله الجديده كمان ان هو ما سجلهوش. ما سجلوش ايه؟ ما سجلش، ملوش شهاده ميلاد؟ لا لسه مسجله، لسه مسجله يعني مقابل ان انا اوجه له اولاده. هو عنده كام سنه احمد الكبير؟ احمد عنده 9. 9 سنين. انا لما راح سجل ده سجله بعد 9 شهور، البنت سجلها بعد 6 شهور من ولادتها. والولد ما كانش تسجله خالص؟ لا كان بيعاقبني بالولد يقول لي بقى. طب ده ابنه في الاخر. هو بقى انا عاوز اقول لك حاجه، وديته فلوس قلت له تعالى نجري ونعبل. والده لما توفى خد فلوسه، ها انا اللي جريت وعب خلصت له الورق وخلصت له كل حاجه. خلصت الورق ابوه. بص عاوز اقول لك، جيت بقول له في مره انا هات لنا شقه، قال لي وانت طمعانه في الفلوس ابويا؟ عاوز اقول لك ما قعدتش دقيقه. استاذه منى انا دايما لما بتيجي حاله معايا انا بتعاطف معاها، المره دي انا حاسس ان الساده المشاهدين متغاظين منك انت. يعني انت دلعتي زياده عن اللزوم، ما فيش حد بيعمل كده مع حد يعني. اللي تجيب الشقه ويضحك عليك ياخدها، تجري له في جنازه ابوه تخلصي له ورق ابوه، يضحك عليك ياخد الشقه منك، يتجوز عليك، يسيب لك الاولاد، ما يسجلش الولد الكبير، الولد الصغير بيعمل عمليات وسايبك. سيبك من، انا سجلته بس مشكلته انه طفل زي ده ما دخلش مدرسه. ماما كان ممكن ما يسجلش. وصعبان عليه ان اخته اللي عنده 9 سنين ما دخلش دراسه خالص لغايه ما دخلش دلوقتي. اخته في المدرسه بيقول لي ماما انا ما بروحش، اللي مش عارفه ارد عليه اقول له ايه. انا معلش هسيب التعقيب للساده المشاهدين. الحقيقه يعني اعزائي المشاهدين زي ما انتم شايفين الحاله المرضي غريبه برضو، كوكتيل غريب ما بين مشاكل اجتماعيه ومشكله اقتصاديه ومشكله يعني مشكله اجتماعيه حقيقي. الراجل اللي يضحك على مراته ياخد منها الشقه ويبيعها، لا ويروح يتجوز بيها ويتفسح بيها، وان الزوجه هي اللي تجري جنازه ابوه وهي اللي تقوي يعني تهتم بتربيه الاولاد، والولد عنده 3 سنين وتجري بيه على العمليات وعلى الجراحه، ومش عمليه وهتخلص، لا دي عمليه واضح انها العمليه مستمره يعني كل شويه افتح وقص العظم مش عارف او انشر العظم واقفل تاني، شغلانه كبيره. الامر الاخر الطفل عنده 9 سنين لغايه دلوقتي ما دخلش دراسه خالص ولسه مطلع له شهاده الميلاد. الحقيقه انا يعني مفوض المشاهدين كلهم في ان يكون في رياكشن على رد فعل بالنسبه لحاله استاذه منى، واحنا ان شاء الله هيكون لينا صفحه اللي عايز يرد عليها باي شيء يرد. انا متغاظ منك الحقيقه، ما تزعليش مني. لا لا انا مفيش حد بيدلع حد بالمنظر ده. لا مش دلع، راجل يعني يقوم بمهام البيت كله، يعني القوامه ان هو يقوم بيكي وبعيالك مش انت اللي تقومي بيه. محفظ على اللي انا عملته. معلش بس اجرك على الله بقى ان شاء الله. ونعم بالله ان شاء الله. انا راضيه بقضاء ربنا. طيب مشاهدينا الكرام، اللي عايز برضو يتواصل من خلال جمعيه صلة انه يقدم اي دعم للاستاذه منى وابنها، طبعا احنا شاكرين جدا للدكتور محمود يوسف اخصائي جراحه العظام على ان هو هيتكفل بالحاله، ولكن في برضو بعض مشاكل تاني مع الاستاذه لان شقتها ضاعت منها، ولادها بتربي 3 لوحدها كانهم ايتام، ما تزعليش مني كانهم فعلا ايتام، والاب في وادي تاني خالص وسايب الجمل بما حمل. فاللي عايز يتواصل من خلال جمعيه صله الارقام بتاعتها متاحه على الشاشه باستمرار، يتواصل مع الاستاذه منى، عايز اي دعم، عايز يتكفل بشيء من المصاريف، احنا ان شاء الله وسيط نزيه ما بين اللي حد يكون ربنا كرمه وتفاعل مع الحلقه وما بين حاله الاستاذه منى واولادها. انا شاكر ليكي ويعني ربنا يقدرك. ميرسي على ان انت سمحت ان انا اجي اتكلم واحكي في البرنامج، يعني قليل لما حد يعمل كده. معلش احنا بنحاول نتواصل مع اي حاله ونوري قد ايه في مشاكل في المجتمع يعني. لا جزاك الله كل خير. الله يخليك. مشاهدينا الكرام، انا شاكر لكم حسن المتابعه وشاكر لكل فريق الاعداد اللي معايا، الاستاذه هويده وكمان كل اخواننا في الكنترول من اول الاستاذ هيثم حسين لكل الاستاف الموجود لانهم كبار جدا، وامبارح زعلوا مني ان انا ما شكرتش البعض. شكر موصول لكم اعزائي المشاهدين، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله في تمام الرابعه من قناه الصحه والجمال. الموت أو شخص محتاج لك دي ساعة الخير.